منها المحاولة ومنها الإجابة بجرأة، منها السؤال ومنها توضيح الحقيقة، منها السهم ومنها التسديد بدقة. ضيفة السهم في حلقة اليوم هي تاريخ ازدياد 1969، المهنة فنانة، الحالة العائلية متزوجة وأم لشابتين، المواصفات خرجت من رحم المعاناة، طفولة مسروقة وأحلام كبيرة كانت مؤجلة، شكلا تبدو ناعمة وهادئة لكن شخصيتها القوية جعلتها تنتصر وجعلت من الفشل بدايات النجاح الكبير. هذه المواصفات تتطابق مع بروفيل واحد، فاطمة بانو تحيحيت. إذن ضيفة السهم في حلقة اليوم هي الفنانة المغربية الأمازيغية العزيزة علينا فاطمة تحيحيت، مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يعزك وشكرا على الاستضافة. وهذا النهار أنا عارفة غادي نعاود قصة فنانة ماشي عادية. بارك الله فيك. يلا لالا فاطمة نبدأ الحلقة بسم الله. بسم الله. إذن عندنا 5 ديال الفقرات. نعم. كل شيء كيدور على السهم، في حالة ما إذا شي سؤال ما عجبكش لالا فاطمة ممكن تلعبي معانا. إلا جبتي السهم في الهدف الله يسامح. إن شاء الله. وخا أنا عارفك غتجاوبي. إن شاء الله. يلا مباشرة غادي نمشيو للفقرة الأولى واللي هي سهم في كلمة. سهم الكلمة هي الفقرة الأولى لالا فاطمة، عندي لك 10 الأسئلة سريعة والمطلوب أنك تجاوبيني بكلمة. نعم. صافي نحاول. إن شاء الله. الطفولة في كلمة. صعيبة. السعادة عندك كتحقق بولادي وأحفادي ومولدي. الإيمان بالله أعطاك. الحمد لله بديني وصلاتي. أصعب لحظة في حياتك. هي الطفولة اللي دوزت. طفولة. يعني الطفولة كلها صعبة. نعم. لما تقولي عمرني نسامحك. لا الحمد لله دي ما فيهاش كل شيء كان سامح. وخنت لي أداوك. وخا أداوني كان سامح. الشهرة في كلمة. الشهرة هو الجمهور ديالي. الشر بالنسبة ليك. والإنسان اللي كيحسد خوه. المعاناة كتخلي المرأة تولي قوية. خطأ لو رجع بك الزمن اللور كنتي تمسحيه وما تعاوديهش. نمسح داك الشي كاع اللي دوزت في الطفولة ديالي. طفولة. إذا يمكن القصة كلها كتدور على الطفولة لالا فاطمة. كانت هذه 10 الأسئلة ديالي السريعة، دابا غادي نمشيو للفقرة الثانية واللي فيها غادي نفصلوا في الطفولة ديال فاطمة تحيحيت وسهم القلب. لالا فاطمة تحيحيت، فاش كنشوف قدامي هاد المرأة المبتسمة اللي كتفرح الناس وكتبان أنها سعيدة وكتعطي الطاقة الإيجابية كترجع تشوف الطفولة ديالها كتقول مستحيل هاد الإنسانة تكون دازت بداك الطفولة. غادي نبدأ معاك من الطفولة. نعم. لأن كنهضروا على طفلة ديال 8 سنين. نعم. وأكبر صدمة أول يلا كتكتشفي العالم وكتشوفي الحياة كتصدمي بأنك في سن 8 سنوات غيتم تزويجك. في 8 سنين أنا كنت عايشة مع والدي عادية بحالي وبحال خوتي، ولكن ما عرفتش هذاك السيد، ما عمرني أنا شفته، ما عمرني عرفته. هو عايش في جديدة ولاباس عليه وعنده مراته وعنده ولاده، ولكن أنا ما عارفاش. واش الفقر هو اللي خلى الوالدين يقبلوا بهذا الزواج؟ طبيعة الحال يعني الفلوس، يعني الفلوس. وقالوا بلا ما نضيعوها هذا لاباس عليه غادي يتهلا فيها. ما وانا ملي كت بحال دابا 8 سنين الا شتي 8 سنين كتقول لي عندها 10 سنين ولا كنت كبير عندي هذاك الكبر كنبان زعما في كبيره. وانا عايشه معاه كنقول ليه با جدي ماشي راجل، يعني ما عارفاش بان راه هو الجوج ديالي. انت شنو كنتي كتخيلي انه مربينك؟ مربيني. ولكن مهما داك الشيء كنشوف في وجه والديه كنقول هاد واقيلا علاش عطاوني انا، ما بالخصوص حيت حنا ثلاثه الخوت بنات تزوجوا هادوك، وانا قلت علاش زعما عطاوني فهاد الطاقه دابا. ولكن كنقول واقيلا هادو غادي يربيوني وغيتهلا فيا ودارني في النادي. قلت لهم خساره كنت غير في المدرسه. مزيان. مع الاسف ما دخلتيش للمدرسه. لا ما دخلتش للمدرسه، وكان عندي واحد العقل خفيف يعني كيحفظ اي حاجه كيحفظها. كنت درت غير في المدرسه في ذاك الوقت مزيان، ولكن دارني غير في النادي. ولكن الحمد لله ما نقولش لك، وتا كبرت ولات عندي ديك ما بين 13 عام وقيله والله ما 14 عام جا باش يدير لي العرس في الدار عندنا، في الدار عندنا ديال والدينا. وهذاك العرس ما بقاش عرس ولا جنازه.
اول مره كتكتشفي حتى 13 عام ولا 14 عام هذا اكتشفت بان راه راجل انه راجلك وكانوا الوراق كان لك عاد النكاح كان كلشي وكيفاش قانونيا يعني هذاك الوقت يصابوا لك اي حاجه وكان في واحد الوقت الناس كيصابوا بزاف تما كيصابوا العقد واخا تكون قصيره واخا تكون صغيره يتجوج عندنا في 15 عام 14 عام 16 عام فاش كاع انا وليت رئيسه كنخدم تنمشي للبلاد كنلقى البنات كنسول على شي بنت كيقولوا لي راه تجوجه واخا صغيره واخا صغيره كيكون تزوير في الاوراق كيكون تيكون يعني كياخذوا السن ديال البنت هادشي اللي وقع لي انا دابا في الوراق انا عندي واحد السن في الوراق في شكل ولكن الطريق فاش تزاديت ما ماشي هو داك اللي يعني السن اللي عندك في الحاله المدنيه ولا في البطاقه الوطنيه ماشي هو السن ديالك باش يديروا العقد الا ما كانش العقد ما كاينش وفي داك الفتره اللي دوزتيها في جديده يعني العلاقه بينك وبين داك الراجل العلاقه بينك وبين السيده ديالو المراه ديالو الله يعمرها دار زعما راه داكشي علاش يعني كيفاش المعامله ديالو ودوك يعني كيجيب ليا القشا واش باش كنلعب كيجيب ليا بزاف ديال الحوايج ومراته كتهلا فيا هي اللي كدوش ليا هي اللي كتمشط ليا هي اللي كتديني كتحطني في النادي يعني ما كايناش ما عنديش شي تمره دوزتها وتما فين الحمد لله تعلمت العربيه تما فين كنهضر بالعربيه كنخرج وما كيخلينيش زعما ماشي شي واحد مزير دارني بحال شكل بنته كنت يمكن حسيتي بالسعاده اكثر ما كنتي مع الوالدين كيهزني في حجره وكينعسني حتى كنعس عاد كيهزني ويحطني في بيتي يعني تربيت عليه الكبده كان بحال كنقول ليه با جدي انت هو با جدي ما يعني راه كيجيني الكبد اللي كنهضر في هذا الموضوع ولكن الحمد لله كنعتذروا كنفكروا ولكن والله قصة حياتك هي عبرة مزيان ان احنا نذكروا الاجيال اللي كاينه حيت حنا دابا في 2023 لاله فاطمه راه مازالين بنات بزاف ديال المناطق في المغرب كيزوجوهم في سن صغيره يمكن ماشي 8 سنوات ولكن راه 10 سنين ولا 12 ولا 14 ولا 16 راه مازال طفله لا راه حتى 16 و17 و18 راه باقا صغيره تمام يعني خاص الانسان يخلي بنته ديك 20 سنه تتعرف شنو اشنا هي المسؤوليه ديال الزواج يعني تقدر دير بزاف ديال الحوايج في حياتها اللي ما خاصش الانسان يديرهم حيت هي ما عارفاهمش الا دارت وحتى واحد ما كيعلمهم لها ما عارفاهمش الا تقدر دير شي حاجه خايبه ما بينها وبين صدر ربي تقدر دير بزاف ديال الحوايج حيت ما عايشاش مع الام ديالها باش تشرح ليها اشنا هي شي حاجه اللي زوينه واشنا هي شي حاجه اللي خايبه وهما لا اش كيشوفوا لا هذا لاباس عليه كما بغى يكون لاباس عليه خصنا نعطيوها علاش غنتبعوا حنا غير لاباس عليه خلي السيده الا كانت كتقرا خليها تكمل قرايتها خليها تشوف الامنيه ديالها شنو بغات انا كنت كنتمنى نقرا ديك الساعه فاش كنت في جديده كان اشنو بغيت نولي محاميه تولي محاميه يعني علاش ما عرفتش يمكن داك الحقره وداك هي اللي كنشوف ديك الساعه ملي كنشوف شي واحد كيدافع على شي حاجه كنقول ليه واني تداك باجتي كنقول ليه سميتو محمد كيقول لي هذه راه كدافع على هذه ولي كنقول ليه خصني انا بغيت نولي بحالها بغيت نولي ديك الساعه كانت التلفزيون غير نوار ما كاينش كولور ولا كانتش وداك الشيء علاش انا كنقول علاش ما يخليوش الدراري كاينين حتى الدراري ماشي غير البنات حنا عندنا في البلاد ماشي غير البنات حتى الدراري حتى الدراري كيبزوا عليهم شي وحده ياخذها ما بغاهاش اوكي ما بغاش وشنو يعني كيعيش معها اشنو كيعيش معها في المساءات ما عايش حياتهم ما كيربيوش وليداتهم على حق وطريقهم بداك الحب اللي بيناتهم لا خصك تاخذ هذه اللي بغيت انا علاش يفرضوا عليه خليه هو يفرض عليكم اشنو بغى وخلي البنت هي تفرض اشنو بغات باش ما نجنيوش على داك لا حتى الا طرا لها شي حاجه كتقولي لها انت اللي اختاريتي انت هو طارش لي شي حاجه وانت اللي اختاريتي ما يكونش داك الدخل في حياه الطفوله ديال الدراري كاين اللي كتكون عنده انا شفت بزاف ديال البنات عندنا حنا في البلاد عندهم واحد الامنيه يقراو كيقول لهم والديهم لا صافي وصلتوا لحق الجواز وما كيفكروش واش هذا شارف واش مجوج ما كيفرقوش في لا داك المهم راجل لا ما انا كنقول ما غنرضيش نعطي بنتي لشي واحد مجوج عنده مراته ما غاديش نعطيها وباقا صغيره ما بين 16 عام ما بين 15 عام مضيعه انا بالعكس كنفرح ملي كنسمع
هاد الناس اللي كيقول ممنوع الزواج فهاد السنوات في السن كنفرح ملي كنسمع القانون الجديد ان زواج القاصرات طبيعي يعني طبيعي نسبيا ما بقاش كما كان. نكملوا هاد القصه، اسمحي لي غادي نرجع نقلب عليك المواجع، ولكن هي للعبره اكثر منها يعني للفرجه. الغريب هو انك فاش غادي ترجعي وانت عندك 15 عام، انت حسابك غير زياره عاديه، وغتكتشفي ان داك العرس ديالك العرس الناس كيوجدوا كيطيبوا كيوجدوا كي ما فهمش ان راه العرس. لا لا نصحاب انا شي عرس ديال شي حد عندنا في الدار، وسولت واحد مرت خويا الله يواليها برحمه الله سميتها هي منى، قلت لها لا لا يا منى انتوما شفتكم دايرين الطواجن، حنا هما كيديروا غير الطواجن وكيديروا القدره اللي كيفوروا فيها السكسو، هذا الشيء اللي كيكون عندنا في البلاد. واه قالت لي على ما عرفتيش شنو العرس هذا ديال من، قلت لها لا، قالت لي عرس ديالك انت، قلت لها فين هو راجلي باش نشوف شكون هذا، هذا هو العريس. قالت لي هذاك اللي كتقولي لي باش دي راه ماشي باك جدك، هذاك راه راجلك بنتي. صافي مشيت عنده وطحت على ركابي وكنبكي، قلت لي لا حرام عليك باش تاخذني، ما تاخذنيش نتايا، انت راك باش دي ربيتيني. وكل شيء كيبكي، كل شيء كيقولوا لي الوالد ديالي الله يرحمه ديك الساعه والوالده كيقولوا لها حرام عليك ما تبزيش عليها. حتى هو قالها لهم، قال لهم ما نقدرش ملي قالت لي هذه الهضره راه ما نقدرش. اذا كان رجل كريم وشريف يعني زعما راه في شي شكل الله يوالي برحمه الله، زعما ما قاساش معايا شي حاجه خايبه الحمد لله، ما عانيتش مع معاناه خايبه الحمد لله. لا بالعكس، كون كان شي راجل زعما اللي يناسب ما غنقبلوا، ما عنديش مشكل، ما تلقاش حسن منه في داك الكرم بالاخلاق كبير كبير. وتبارك الله انت كنهضروا على 8 سنين و 60 عام تقلا تكون كثار اكثر من 60 عام والله يرحمه امين يا رب. المأساة ما غتسالاش، مازال فيلم طويل مع الاسف. يلا قلتي الحمد لله يعني داكشي اللي بغيتيه كان، ولكن للقدر كان عنده شان اخر وغادي يزوجوك للمره الثانيه. وربما يمكن هذه هي المعاناه الحقيقيه، هذيك ثاني هي داك الزواج الثاني اللي تاني. كان الشخص كان لا سمحه الله يعني دوز عليك معاناه كثيره، تعرضتي للعنف بزاف، تعرضتي للإهانة، تعرضتي لجميع أنواع الإساءة. المشكلة أنه كان كيجيك من العائلة، باه ولد عمي، باه هو ولد عمي شيخي ولد عمي، ودغيا زوجوك ولد عمي. ما جلس حتى 3 شهور ولا شهرين وقيلة ما عقلتش، ولكن ما عنديش واحد المسافة كبيرة، قلت يلا غادي نلعب عاوتاني ونشوف مع البنات اللي في البلاد ونشوف هادو نعيش بعدها مع والدي. وواحد النهار مرضت واحد مرت اخويا، حيت هو مجوج بجوج عيالات، مرضت وقال لي خصك تجي عندنا للدار الفيلاج، حيت حنا كاين البلاد وكاين الفيلاج فين ساكن خويا، نواحي الصويرة. نواحي تمانار. مشيت عند خويا في الفيلاج، مشيت كنغسل المواعني، هذيك المهم ديال الغداء، داز الغداء مشيت كنغسل المواعن شويه وهي تجي امي من البادية، جات دخلت عليا قلت لها جيتي يا أمي الله يرحمها، قالت لي جيت بنتي، قلت لها زعما، قلت لها يلاه جيت أنا غير البارح وجيتي اليوم، قالت لي غير حطي دوك المواعن ما تبقايش ما تغسليهم ما والو، قلت لها علاش، قالت لي نوضي راه جبت لك واحد الجلابة نوضي لبسيها راه غادي تمشي لدارك، قلت لها أنا صحاب واش الآخر أين داري، قالت لي راه مجوجة لولد فلان داك حسن راه غادي تمشي، قالت لي كان شاب ولا حتى هو كبير، هو لا باقي هو صغير مازال صغير. قالت لي غتجوجي لقلميم، قلميم هاد المره، قلت لها لا ما عرفتش انا فين، قالت لي غير يلاه معايا وصافي، ولكن راه ملي شفت هذاك السيد راه من الكار ملي ركبنا في تمانار وانا كنبكي توصلت قلميم، على شنو مشكلتك ملي شفتو صافي سبحان الله العظيم ما عرفتش شنو شفتي، واش ما كانش يعني واش وجهه كان نشتي في وجهه ما وداس فيه القرع، هو قرع ما عنده حتى زغبة في راسه وعنده شكل سنان يعني دميم، نشتي ما تشوفي على الهضره اللي كيهضر وداكشي اللي كيفاش كيتصرف ما تقبليش. ايوا صافي مشيت دخلنا وصلنا للقلميم، دخلنا للدار وصلنا، وكان كي ديك الساعه كان جلست معايا ما عرفت امي واش شي شهر ولا ما عرفت شحال، جلست زعما باش تنولف، ولكن باش فاش جات الوالده صافي تقلب كلشي ولا كيسد عليا الدار بزاف، دابا راه ما كنحملش شي واحد يسد عليا، تقولي لي ما تخرجيش سيمانه مثلا، ما تخرجيش من الدار ما نخرجش،
ولكن خصني الباب نعرفه بان راه محلول ما يتسدش ما يتسدش بقات عقده الا تسد بالساروت صافي كنتخنق مع عرفتي كنولي كنبغي نموت صافي ما خصوش يتسد عليا انا راه جايه 3 سنين وانا مسدود عليا الباب والشراجم داير ليهم راه هو دابا باقي حي إذا سمع هذه الحلقه غيعرف بان كلشي صحيح داير البلانشات للشراجم ما كنحلهمش ما كنشوفش الزنقه نهائيا عندي كلشي في الدار دوش في الدار كلشي في الدار ما الزنقه ما كنشوفهاش نهائيا وملي ملي كيجيبني البلاد من عيد الكبير حتى العيد الكبير كنجي عند والدي ملي كنبكي وكنقول لهم راه ما غنرجعش ما غاديش نرجع عندو كيقولوا لي لا خصك ضروري ترجعي عندو عندك فين تمشي ما عندك كنفكر في الانتحار كنفكر بزاف د الحوايج كنت كنبغي نمشي لواحد البير عندنا في البلاد كنبغي نلوح فيه راسي ولكن كيحضيو معايا ديك الساعه وكتقول لي امي غا صبري بلاتي دابا يدير ربي انا دابا وصيفطت معايا خويا الصغير هو اللي تزاد عليا انا فاش تزد جلس معايا تما في الميم وجاء عاد ونسني بعدا شويه ولكن حتى هو مسكين ما قدرش على ديك السدان ما كيخرج ما داك السجن بعض المرات كيخرجوا هو عاد كيدخلوا للدار ما وملي كناكل العصا كيعنقني هو كنتعانقوا وحده فيه وحده فيه علاش ما تنبغيش ندخل البيت الزوجيه في الصباح خصني ناكل العصا كل صباح عندك كل صباح عندي الساروت ديال واحد البيت دائما حاضيه في واحد البلاصه ما كيعرفنيش فين حطيته غير كنخلي حتى كيدخل لشي بلاصه كندخل ونسدو عليا انا وخويا ديك الساعه ملي ما كانش كنسد عليا انا ملي كان خويا كنسدو البيت انا وياه يعني في الصباح راه كناكل عاوتاني العصا تتشد في الحبس عاد رحمه الله يمكن نزلات عاد نزلات وملي تشد جاوبوه للدار حيت شارك في شي حاجه داكشي دي هز شي حاجه لشي مرت كوميسير ولا مرت داكشي ولقاوها عنده في الدار اوكي وصافي تشد الكوميسير مسكين هو اللي قطع علينا في الكارانا وخويا خلص عليكم خلص علينا هو اللي قطع علينا وجينا حنا في الكار نتمنى جينا للبلاد عاوتاني المعاناه تبرين عند توفى الوالد في ذاك الفتره في ديك اللحظه توفى قال لا جلست شي مهم مشيت بقيت عام ملي جيت على ود الوالد ديالي توفى مسكين توفى في عيد الكبير نيتاو صافي ملي جيت عاود قالوا لك هي جات دخلته الحبس وجات انا اش دخلت الحبس واش درت عاد عاوتاني كتسمعي الهضره وكتسمعي المجتمع ما كيرحمش لا فاطمه وجيت صافي ملي جيت تما جيتي حامله جيت كنعس ما عرفتش انا راسي ما انت ما كنتيش عارفه ما عارفينش انا جيت اشنو دائما الناس تنبغينا كل والو غير كنعس كنعس وكاينه واحد مرت ولد عمي الله يوالي برحمه الله قالت لامي الله يرحمها قالت لها عائشه قالت لها شنو قالت لها فاطمه شتاي هاك كتنعس هاك حامله قالت لها امي ما عرفتش على الله فاطمه قالت لها ودي عند واحد السيده تما سميتها حوريه هي صحراويه ومجوجه بواحد ولد بلادنا تما من عائلتنا وهي مسكينه هي اللي كتولد ولاده كتولد العيالات وكلشي ولكن سبحان الله العظيم غير كتشوفك كتقول لك شحال عندك زعما شحال شهر ولا شهرين ولا هي اللي كتعرف كلشي كتقول لك اجي عندي في التاريخ الفلان الفلاني راه غتولدي فيه راه صافي شافتني مسكينه وقلت تقول لي راه وقيله عندها شهر ولا شهرين هو هذه دابا المعاناه ثاني مدوبله ما بغاوش عاوتاني فاش واش انا حامله وحامله انا بهذا البنيه الهام ما خليت ما درت علاش كنسمع الاخ ديالي الكبير كيقول لامي كيقول لها خليها راه ملي غيتزاد عليها غيتزاد داكشي اللي عندها في كرشه حيت مع ديك الساعه ما كيعرفوش شنو عندك واش وليد ولا بنيه كيقول لها خليها ملي غادي تزاد داكشي اللي في كرشها راه غنقولوا ليه هو ملي خرج من الحبس حكموا عليه بعام قال لي ملي غادي يخرج راه غنقولوا ليه يقلع عليها داكشي اللي عندها في كرشها وانا ما خليت ما درت اي تقل راه يا ربي سمح لي من هذيك كنقول يا ربي موت هادشي اللي في كرشها يا ربي باش غير ما يجمعنيش مع هذاك السيد نهائيا سبحانه وتعالى كان عنده والو طول لي يا ربي العمر وكانت من بعد هي السند وهي الصديقه وهي كل شيء بزاف عانيت معها والحمد لله مهما واخا داك الشيء ما بغيتش كنتالم كنقول لا ولكن اش كنقول عاوتاني كنقول خلي سيدي ربي شنو غايدير صافي ملي تزادت لقاها واقيلا نقول لك عندها شي 3 شهور ملي دخل وديك الساعه كانوا كيجنيو الزيتون عندنا في البلاد امي وجوج عيالات خويا هذوك اللي قلت لك خدا جوج عيال انا فيا النوبه ديال الماكله طيبت لهم الفطور يلا بغيت نهزو نديه لهم وركبتها وبغيت نديه لهم
هو يدخل. عرفتي فاش دخل صافي داكشي اللي كنت هزه في يدي طيحته. تخلعت وانا نقولها لك قلت لي شوف انا ما نرجعش لك، بغيتي بنتك ها هي خوضها. انا قلت لي الا قالوا لي نرجع معك غنقتل راسي. قال لي لا حتى انا راه ما بغيتكش نيت. حتى هذيك البنيه قال لي ما عندي ما ندير بها، ولكن قال لي راه ما نعرفك بحتى شي حاجه صافي. قلت لي والو اعطيني غير براسي، انا اللي غنخلصها انا اللي غندير كل شيء. حتى البنيه قلت لي انا قاده بها ما صافي. مشى قالها لخويا في تمانار الله يرحمه، تا خويا راه توفى مسكين الله يرحمه. مشى قالها لي قال لي راه ما بغاتنيش فاطمه شنو كاين وكاين وكاين. قال لي صافي. إذا قبلوك الأسرة عاونتك في ذاك المرحلة؟ لا ما بغاش والو ما بغاش. قالوا لي أنا راه لقيت هذيك الفرصة بعدا فاش دخل عليا لقيت كنت غير بوحدي هضرت قلتي اللي بغيت. أما كون كانوا هما ما غيخليونيش. جيتي لكازا؟ جيت لكازا. في الأول قبلتي بأي حاجة؟ خدمتي كمساعدة في البيوت؟ ولد عمي هي اللي ساعدتني مسكينة، جات كتجي البلاد تا هي مات ليها مات ولد عمي ومشاركة معاه جوج بنيات. ديك الساعة وقت ما كانتش عطلة كتجيبها كتجيبهم البلاد كيتعرفوا بالبلاد ديالهم. وهي اللي قالتها لأمي قالت لها فاطمة عندها بنية فين راجلها هذا. قالت لها بنتي راه طلقاتها كاين وكاين. وأنا هضرت معاك قلت لها إلا كانت شي حاجة ديني معاك بغيت نخدم. ما ساقش خويا الخبر. خرجنا ما عرفت المهم في الفجر خرجنا بالليل كيجي واحد السيد ديك الساعة اللي عنده ليركات طوموبيل راه ما عرفت شنو عنده. جا هو في الشيفور ديالها وهو اللي دانا مسكين وجابنا للدار البيضاء. وفي الدار البيضاء واخا في الاول تعرضتي للمضايقات مع الاسف تربات البيوت ما كانوش كيقبلوك. والله العظيم الا ملي كنشوف شي وحده خدامه عند شي حد كنقول واش هي سعيده ولا لا. حيت دوزت ديك المعاناه ديال المراه ما كتبغيكش ولا وانا ديك الساعه باقا صغيره ما عرفت كاع شنو هي الغيرات غيري على الرجال ولا كتخاف ديالي ولا تبارك الله كنتي مزيونه. ما كنتش كنعرف. بديتي مسيرتك في الفن واش انت كنتي عارفه عندك صوت زوين؟ لا يعني فاش كنتي صغيره ما عمرك كنتي كدندني؟ لا والو لا يعني ما داكشي كي ما دابا ملي كنت صغيره فين غندندن فين غنلعب فين هذا كل انا عشت بعدا اصلا. ولكن ملي كيكون شي عرس ولا شي حاجه كيكونوا حنا البنات حنا العيالات بحال هكا كنغنيو. ولكن ما عمرني عرفت راسي بان غادي نغني. ولكن اي حاجه سمعيها لي نحفظها لك. كنتي تبارك الله عندك ذاكره عندي ذاكره اه كيقولها الدمسيري الله يرحمه كيقول ما عمرني شفت شي ريصه بحال هذه ملي كيعطي وديك الساعه كنحفظ غير بالسمع وما كاين حتى لي زيات. ما كاينش ديك الساعه لي زيات باش تحفظي ولا ما كاين لا غير الشجاله كنلصقها مع ودنيه. وتبارك الله كنتي ملي كنكون في الطريق كنوصل لشي بلاصه كنغني فيها داك الشيء اللي عطاني هو. عندي مع الحفظه ديك الساعه مزيان. لا كان ذكاء غير مع الاسف ما كانش دراسه وخا المعاناة وديك الساعة الرئيسات كيحقروا بعضياتهم كيبغيو شي وحدة تزاد عليهم ولا شي وحدة تكون مهما داكشي الحمد لله. مهم سيدي ربي وقف معك الحمد لله. إلا كان واقف معك سيدي ربي كيعطيك شي واحد كيوقف جنبك. أنا الدمسيري كان السند ودوزت مع المرحوم هروش الله يرحمه ودوزت مع دادة حسن بنصير الله يرحمهم. هادو كلهم دوزت معهم الله يعمر هدر يعني كلهم دوزت معهم غير الخير. ولكن المدرسة الكبيرة فاش تعلمت كل شيء هي ديال الدمسيري وكان رجل طيب. قبل ما ندخل للفن بغيت نسولك على زوجك الثالث اللي هو الزوج ديالك الحالي. نعم. زعما شي وحدة اللي غتكون دازت بهذه المعاناة مع الرجل خاصها تكون كتكره الرجل، خاصها يمكن آخر حاجة تفكر فيها هي أنها تزوج وتعاود بناء أسرة. شكون اللي خلاك تقتنعي بزواج آخر وأنك تثقي في الرجل مرة أخرى؟ انا ما كنتش كنظن بان غادي نتزوج. فاش تلاقينا جاتنا الصدفه في واحد المناسبه مهم هضرنا وما وكلشي. ولكن قلتها لي قال لي ماشي مشكل نبقاو غير اصدقاء وانتي ما عارفاش هادشي ديال القوانين وهادشي. اي حاجه خصاتك ولا اي حاجه بغيتي تسولي عليها شي حد سوليني انا. وهو كان خدام في الشركه وعنده واحد البوست ديالو خاص كنعيط ليه ملي كنبغي ندير شي حاجه ولا كتكون عندي شي حاجه في المخزن ولا عندي شي حاجه كنسولو. هو كيعطيني بزاف ديال الحوايج كينصحني فيهم وما عمرو خلاني في شي محنه ولا. وبقات الصداقه هكا حتى شفت فيه بيننا ولد الناس الحمد لله. وما فيهش بزاف ديال الحوايج اللي انا خايفه منهم ما عندوش.
عودات كالتجربة وعودت ليه قصتي. عارف قصتي كيفاش دايره وعارفني عندي بنية وعارف كل شيء داك شيء وكيعرف جا عندي للدار وشاف عائلة ديالي وشافني كيفاش كيفاش الوضعية ديالي وكيفاش هذا الشيء. قلت لي أنا ما غاديش حيت عندي ديك ساعة هاد البنية وعندي الوالدة والأخ ديالي وأختي صغيرة. قلت لي أنا عندي هذه هادو هما جواج ديالي هادو هما اللي غنخدم عليهم كلهم وبغيت نكون حرة تحت راسي ما نحسش بشي واحد خانقني. قلت لي أنا عارفة شنو كندير في حياتي وعارفة أي حاجة خايبة والحاجة الزوينة ولكن باش يخنقني شي واحد فين غادا فين جاية أشنو درسي مع من هضرتي مع من درسي هذيك هي اللي ما ديك ساعه الا شتي شي حاجه ولا هذيك ماشي مشكل ولكن باش تكون خنقه ما يخنقني حتى واحد. اذا نهار خرجتي من البلاد كان شعارك والحريه بغيتي تكوني مراه حره مي يعني محترمه بطبيعه الحال لانه واخا المجال لا الحمد لله قبيله في دردشه قصيره قبل ما نبدا قلتي لي واحد المعطيات اللي مهمه ان لاله فاطمه تحيحيت يعني تعرضت عليك الخدمه بمبالغ في الوقت اللي كنتي محتاجه فيه تخدمي في ديكاباغي وتخدمي في بلايص فيهم الشراب كنتي كترفضي لان كانوا عندك خطوط حمراء واخا الفقر واخا الحاجه مستحيل. لا والله القسم الى الدمسيري الله يرحمه في الاخر كانت واحد الازمه في الشتاء اللي فرقني عليه هو الكباري وربي علاش فرقني دار السبب جات عندي مرتو قالت لي تخدمي قلت لها لا ما نخدمش هي قالت لي صافي ما تبقاش تخدموها نهائيا واخا يدوز هذا البرد وهذا الشيء يجي الصيف ما تخدموني قلت لهم انا ما نبقاش نخدم معكم نهائيا باش دار لي ربي السبب باش ندير الفرقه والكل يعني كل حاجة أي حاجة كدير سبب ولكني أنا سبحان الله العظيم من صغري يعني أي وخا نجيب غير 20 درهم كتقدني كنفرح بها. الناس اللي ظلموك قبيلة سولتك واش يعني شي واحد تقولي له عمري نسامحك قلتي لي لا يعني في هذا المسار ديالك الطويل واللي تظلمتي فيه بزاف لا عند رجال لا عند عيالات نعم تا واحد ما قلبك مازال حاقد عليه لاله فاطمه لا تا هذا نيت هذا راجلي نيت اللي طلقني اللي دوز عليه أنا مسامحه في الدنيا وفي الآخرة ما عنديش هذيك نحقد على الانسان ولا شي حاجه لا يعني قلبك صافي وقدرتي تسامحي نعم والله الا كنعتذر انني بكيت في هذه الحلقه يمكن هذه المشاعر قويه والله انا عشت معك هذه القصه لاله فاطمه وحاسه بالمعاناه لان الواحد فاش كيحط راسه في بلاصه الاخر كيفهم ان راه هادشي راه جبال الدنيا ما دايماش كتشوفي الانسان كيدير بزاف ديال الحوايج وكيسامحوا سيدي ربي حنا بشر علاش ما نسامحوش. شنو رايك باش نختموا هذه الفقره نختموها بشي حاجه زوينه وايجابيه في حياتك كاينه واحد البنيته انت عندك جوج بنيتات الله يخليهم لك أمين. البنيته الصغيره واللي عاشت معك الشهره وعاشت معك الرفاهيه وعاشت معك الخير كما كنقولوا ولكن البنيته الكبيره ما كانش عندها نفس الظهر لانها عاشت معك شويه تكرفات عاشت معك داك البدايات كما قلتي لي انت ما عندكش صحابات انت قررتي في واحد اللحظه زمنيه انك تعيشي ليك ولاسرتك وصاحبتك الوحيده هي الهام وسناء هما صحاباتي وسناء نعم. شنو رايك لاول مره غادي المشاهدين غادي يتعرفوا على البنيه ديالك الكبيره الهام غادي نطلب من الهام تلتحق بينا هذه مفاجاه لك لاله فاطمه لن بكليا إلهام مرحبا بك الله يبارك شرفتينا ونهار كبير هذا انك معنا اليوم هذه اول مره كتباني وكتقبلي وكنشكرك انك اختاريتي البرنامج ديالي وش غنقول لك كل شيء قالته يعني لاله فاطمه عليك صديقتها رفيقه الدرب بنتها الدعم والسند شنو تبغي تقولي لاله فاطمه هذه الام الاستثنائيه. اول حاجه بعدا كنشكرك اخت ماجده واش غنقول لك محظوظه الصراحه محظوظه عندي ام بحال هاد السيده هذه لان يعني صبرات وكافحات وناضلات في حياتها يعني دوزت الحر والمره في حياتها كامله واش غنقول لك يعني رغم الظروف ديالها ورغم السفر ديالها ورغم العناء ديالها ورغم العمل ديالها يعني وفرت لي كاع داكشي اللي كانت منا وفرت لي الحنان وفرت لي
ولهذا اختالي يعني هي اللي عندي ربنا الوليدات يعني السند وربات الحفايد طبيعة الحال ربات الحفايد وربات كل شيء ولهذا اختها عليا وكانت الأب يعني كانت الأب وكانت الأم وكافحت معايا حتى وصلتني وحتى قراتني يعني كما كنقول لك رغم الظروف ديالها ورغم الخدمة ورغم العمل ديالها يعني عطتني وقتي ما فيه الكفاية لا أنا ولا سنة أختي زعما لا يخطا علينا هي صاحبتنا وهي كل شيء اللي نقول لك. الآن فقط بغيت نقول للمشاهدين أنك حاليا مرأة ناجحة الحمد لله عندك عملك مستقلة أم تعرفي المشاهدين شنو كديري؟ إلا ربة بيت أم ثلاثة الوليدات الله يخليهم ليا عندي محمد أمين ومحمود خليل ونهيلة وضمين يعني عندنا سيارة دخلنا دخلت في الأول كنت كندير غير سيارة عند الزوج ديالي عنده سيارة تعليم وأنا موني تخيس يعني مدربة سيارة تعليم في السياقة وكتشارك في ديرالي كنشارك ديرالي تاهمايا وبالنسبة لهادشي الخدمة ديالي ديال دي جي يعني عاونتني الأم وعاوني الراجل ديالي تهو يعني الزوج ديالي تهو عاوني فيه هو اللي شاهد طبيعة الحال السند لهلي خطي عليا هو اللي عاوني في هذه المهنة ديال دي جي وهادشي ديال الحفلات يعني أنا دخلت في الدومين ديال ماما واحد شوية تبعتها هادشي اللي كان ولهلي خطي عليا شكرا إلهام بزاف بارك الله فيك شكرا بالتوفيق لك بنوركم شكرا بزاف طبيعة الحال تحية كبيرة لسنة أختي لهلي خطيها عليا بارك الله فيك شكرا لهلي خطيكم كنظن على أن أحسن حاجة في الحياة أو أحسن هدية في الحياة هي فاش الإبن كيعترف بداكشي اللي داروا الوالدين ديالو ليه فالله يخليهم لك أمين حبيبة وسالينا بركة علينا من القلب ومن أوجاع القلب غادي ندوزو أنا وياك والمشاهدين للا فاطمة للفقرة الثالثة وسميتها القيل والقال أنت إنسانة مسالمة ولكن واخا هكاك حتى واحد ما كيسلم في عالم المشاهير من القيل والقال إذا مباشرة الفقرة الثالثة القيل والقال الفقرة الثالثة سهم القيل والقال للا فاطمة هذه سنوات وانتي في مجال الفن وانتي عارفة على أن الشهرة حتى لو كان الشخص دخل سوق راسه ومسالم أكيد الشهرة عندها ثمن وانتي في حقيقة من الناس اللي كما كنقولوا عيبك بعيد ولكن مع ذلك في هذا المسار هذا تقروا وتكتبوا وشفنا بزاف ديال الحويجات وهذه فرصة نسمعوا الحقيقة منك نعم عندي مجموعة من تهم أو مجموعة من الحويجات اللي تقالت عليك وانتي قولي لي للا فاطمة واش بالصح ولا كذوب نعم مرحبا نبداو بأول حاجة تقالت يلا يقال للا فاطمة أن مجموعة من الأصدقاء اللي كنتي كتعتبرهم أصدقاء كانوا وراء واحد الإشاعة كادت أن تدمر مسارك الفني وحتى حياتك نعم يعني حقيقية حقيقية كما كنقولوا دائما كيأتيك الغدر من القرب من القرب عرفتي شكون هما لالا فاطمة؟ عرفت هو عرفتيهم وقبيلة سولتك واش مسامحاهم؟ مسامحاهم واخا داك الإساءة كانت كبيرة واخا ما داكشي كله مسامحاهم كيف درتي تجاوزتي داك المحنة لأن أنت بعيدة على داك الشيء بعيدة على داك النوع ديال الإشاعات ما نكذبش عليك يعني دوست واحد الفترة صعيبة يعني ما كنتش كناكل ما كنتش كنشرب اللي صغير كنبكي ما دازت عليا ولكن مسامحة حيت امرأة مغربية محافظة أمازيغية حرة ما يمكنش فيديو يعني منسوب ليك بشكل يعني بشع لا الحمد لله واللي شجعني أكثر وهو الجمهور واقف بجنبي والفنانة هما كلهم واقفين في جنبي يعني أي واحد كيكتب بينا هذيك السيدة احنا كنعرفوها أكثر منكم انتم وواحد الشخص كان دعم ليك في ذاك المرحلة والزوج ديالك معلوم هو اللي كان واقف في جنبي بزاف هو بالعكس هو اللي كان كيصبرني كيقول لي في هذه الفترة اللي كتبوا فيها هذا الشيء اللي داري عليك وهذا الشيء راك انت ديك الساعة كنت انت حاملة وكنت كتعاني في الكلينيكات كنت في 2004 يعني ما كنتش في هذيك المرحله ما عندي حتى شي حاجه كيصبرني اكثر زعما باش غير نولي ولكن انا اللي كيبقى فيا الحال ماشي بقى فيا الحال بينا راني بقى فيا الحال ما درتش ما الانسان ملي كيدير ما كيقول انا درت يعني كيسحق بينا دار كيستحق بينا داكشي اللي داري تقال عليه ولكن انت ما دايره حتى شي حاجه
صباحه ما عندك حتى شي حاجه، تصبحتي واحد الصباح تولتي كيعيطوا عليك الناس كيلوحوا لك في هذاك الفيديو، واش انت هي هذه واش انت هي هذه. يعني جات صعيبه ما اكثر، اش غنقول لك، اكثر من شي حد الا قال لك راه مات لك شي واحد اعز اعز عندك، حيت حياتك ومسيرتك والسمعه. طبيعه الحال ما دعيتيهمش قضائيا، ما تبعتيهمش قضائيا؟ دعيتهم الله واكيد احسن من كل شيء. العداله الالهيه، الناس كلهم قالوا غادي تاخذي حقك، ولكن مهما الحمد لله هذاك اللي وقف في ذاك المشكل مازال سيد ربي جابها لي وتشد وغرم داك الشيء اللي دا وجبدوا لي القضيه ديالي وقضيه ديال بزاف ديال الفنانين. اوكي يعني الله سبحانه وتعالى انتقام وشد الحمد لله. اذا هذه هانتي اكدتي لنا هذه المعلومه ان ظلم ذوي القربى اشد. حويت واحده اخرى كتقال على المجال الفني، انكم عندكم صراعات كبيره واحيانا ماشي نقيه، المنافسه بعض المرات كتؤدي في المجال الفني الى الكيد واحيانا الى القتل، ويمكن القصه ديال تسونامي هي خير دليل. واش هادشي بصح لاله فاطمه؟ واش الحقد كيوصل الانسان يقتل؟ كي بزاف، ماشي غير الفن، في اي مجال اي حاجه كيكون فيها بحال هذا الحقد، ولكن الانسان خاصو يجلس ويرجع راسو ويفكر شنو هو المسار ديالو الى دار هذيك الفضيحه. هذاك المجال الفني نتوما متهمين اكثر، علاش دائما كنهضروا على ان الفنانين كيكيدوا لبعضياتهم؟ بين الانسان اللي كيدير شي حاجه نقيه، راه نقيه كيدير شي خدمه زوينه كيبغيوه الناس، كيكون شي فنان عنده واحد المعامل كيتعامل مع الناس بداك الشيء اللي كيرضي هذاك السيد اللي انت خدامه عنده. ملي كتعاودي شي حفله ولا كتعاودي شي حاجه كتعيطي لنفس الفنان اللي كيقول لك علاش هو خدام دائما وانا ما خدامش، علاش هو داير وانا ما دايرش، وراك ربي اللي عطاك ورزقك راه ما غادي يهديه لك حتى شي واحد، راه رزقك ضامن وصيد ربي، داك الشيء اللي عندك فيه الحق غتاخذو غتاخذو. تعرضتي انت لمضايقات في الوسط من يعني زميلات المهنه؟ انا في الاول ديالي فاش كنت يلاه بديت في الخدمه طبيعه الحال كنت ديك الساعه ما كانوش كيحملوني ولكن علاش انا ما اداونيش، يعني ما تمشيش عندهم شده تقاري، واخا كيخاصموا عليا واخا كيلوحوا عليا شي باطل واخا كيديروا لي ما عرفت شنو كنخليهم، ما كندبز معاهم، ما عمرني في حياتي عقلت واش دبزت مع شي وحده نهائيا، ما كندبزش انا في الخدمه ديالي، واي وحده دارت لي شي حاجه كنخليها ما تنهضرهاش ما حتى شي حاجه. قلتي لي ما عندكش مع الخروج مع العرايض مع هادشي تنتينا مبعدة عليك؟ لا والله يا ربي تسمح لي، واخا حتى العرضه ديال شي عرس نمشي لي ما كنبغيش كنقول لهم راني عيانه ولا رانا غنمشي شي بلاصه ما كنبغيش ندخل، ما كان وما ما دايرهش صحاباتي يلا نمشيو نتعشاو هنا ويلا نمشيو نجلسوا هنا يلا نقصروا هنا، لا يعني انت شاده عليك كما كنقولوا سد الباب باش تفاديا للغدر. نعم ندوزوا للتهمه المواليه، هذه إشاعة في الحق وأكديها لي. مرحبا. كيتقال عليك أنك أجرك المقابل يعني ديالك المادي في الغناء هو الأغنى بين الفنانات الأمازيغيات. ما نقدرش نقول لك أغنى حيت ما عرفتش الآخرين بشحال كيخدموا ولا بشحال كيخرج، يعني كل واحد عارف بشحال كيخرج، ما نقدرش نقول لك انا اغلى منهم ولا انت مطلع على كيتقال انك انت من الناس اللي كتعزي راسك وما كتمشيش باي ثمن. انا عزيز عليا نفرح الناس اللي خدامين معايا باش نخلصهم الخدمه مزيان، يكونوا مشاو الى كاع دخلوا لديورهم يدخلوا بعدا شي حاجه اللي غينفعوا راسهم وينفعوا وليداتهم، حيت كاين اللي هاز العائله، كاين اللي عنده الوالدين، كاين اللي عنده الوليدات، كاين بزاف د الحوايج، يعني كيكون الانسان خدام عليهم. انا عزيز عليا يعني نفرح هذوك الناس اللي خدامين معايا، وعزيز عليا خدمت انا بداك الشيء اللي كنسحق بعزك هذاك الشيء يعني. ولا طلب منك شي واحد يعني شي ثمن هكا مجامله؟ لا بدا يعني لا بدا كتساعدي شي واحد، لا بدا كيقول لك انا بغيتك، كي غديري ملي كيقول لك الانسان انا بغيتك ولكن ما عنديش ذاك المبلغ اللي كطلبي لي، ولا كنقولها للدراري ولا حتى هو ما كيخسروش معايا، يعني عارفي بان الا خدمنا خدمه كيفاش هذه اللي كبيره راه كيفاش دايره، اللي طلعت فيها راه كاينه اللي يعني لا بد كتكون واحد المساعده ما بينك ما بين الناس اللي كيكونوا الا جات تقول لك انا بغيتك ولكن غالب الله ما كتقولي لها لا، وكتري عاوتاني كديري خاطرها هي كيفاش كنمشي كنخدم ديجي
مع بنتي نيس كنخدم انا وياها وكنمشي بالفرقه كان الا ما قدش هذاك السيد ولا ديك السيده على الفرقه كلها كنخدم بالبنات ولا نخدم كما بغى هو كما قدر غير خص السميه ديال فاطمه تحي حيت تكون في عرسه ما كنبغيش خصني نفرح هذيك العروسه ويكمل العرس بخير الحمد لله. اذا ما بغيتيش تقولي لنا خلي داكشي مستوري انا عارفك عارفك باغي ولكن كما قلتي خليها مستوره ندوزو لواحد التهمه مواليه. مرحبا. يمكن هذه تهمه شويه يعني انا جاتني هي الاصعب التهم ديالك لاله فاطمه. يقال ان عندك خلاف مع شقيقتك الكبيره الاخت ديالك الكبيره بسبب اتهامها ليك بانتحالك شخصيتها وانك وانتي واخده لها السميه ديالها. سمعت لها البارح واحد الفيديو كتهضر فيه بحرقه ومفقوصه وهادي وقالت انها ما مسامحاكش وانها يعني باقي فيها الحال منك. صالحتوا؟ لا لا بالعكس تصالحنا. انا يعني انا اش غنقول لك سامحت فيها في داكشي اللي دارت يعني داكشي اللي قالت لا هي ولا راجلها ولا ولدها وداكشي كاع اللي تقال عليا انا ما سببتش فيه. يعني انا شكون اللي وقف معايا تدرت الوراق ديالي هو الاخ ديالي حيت صعيب تقولي شي حاجه وكتهزي على تقليدك ودا اليوم القيامه غادي تحاسبي عليها. انا الاخ ديالي سعيد الله يرحمه هو اللي وقف معايا درت الوراق ولكن حنا وقع لنا الخلاف وقع واحد المشكل فاش كان الوالد ديالي حط داير واحد الحانوت في تمانار تحرقات لي كيفاش تحرقات الله اعلم تحرق النكاح ديال الوالده تحرقوا ليه الوراق ديالو اللي كان كياخذ بهم لانتريت ديالو تحرقت الحاله المدنيه تحرق كلشي. واشنو دار فاش بدا كيجدد الوراق شي حطو شي ما حطوش كاين بزاف ديال الخوتي دابا داروا الوراق لروسهم يعني ما تسجلوش في الحاله المدنيه في الحاله المدنيه ولكن سجلوا روسهم يعني حطوا تاريخ الازدياد غير خيالي يعني وانت انا نفس المشكل ولكن انا بالعكس انا سموني فاطمه ولكن واحد بنت عمي الله يرحمها سميتها زهره قالت لهم علاش ما سميتوهاش زهره الورق عندي فيهم فاطمه ولكن في الدار كيعيطوا لي زهره. انا فين غلط فاش دار لي الاخ ديالي لي زيكستري باش ندير لاكارت ما كون زادني غير ديك فاطمه الزهره. اوكي هادشي مزيان ولكن هي لا هي شنو دارت ملي بغات وانا عايشه معاها اكثر من 30 سنه مثلا وانا معاها في الدار راه كندخل وكنخرج معاها في الدار. شنو الاسم ديالها؟ هي سميتها فاطمه الكبيره. اوكي حيت حنا عندنا في البلاد كيسميو جوج الاسماء كتكون الام فاطمه كتسمي لبنتها فاطمه كيكون عندها محمد الصغير محمد الكبير كيكون عندها احمد الصغير احمد الكبير هذه عندنا حنا في البلاد متعارف عليها كاينه ما كيسميو الاسماء ما عندهم غرض دابا باش يفرقوا الاسماء ولا يفرقوا كيفاش يدير لهاد الاولاد ولا يحطوك في نهارك ولا التاريخ ديالك ولا كيفاش زايده هادشي كله كي اختي مسكينه تتزادوا عندها اربعه الاولاد عاد تكبروا بغاو لاكارت عاد داروا الكارت النكاح ديال هي وزوج ديالها يعني تجوج بحالها يعني داكشي كاين في البلاد ما عندهمش شي حاجه مضبوطه كي بحال هذا الوقت دابا خصك تجيب الوثائق ديالك ويحضروا بزاف ديالهم. المهم انا عمر هذيك السيده ما قالت لي راه اختي راه ما عنديش لاكار وهي عايشه وعشت معها 24 سنه وهي ما كانش عطاها ربي الوليدات نهائيا ما كانتش كتولد وجبتها لعندو ربي جاب التيسير زاد واحد الوليد على يدي انا فاش بغات تحطو في الحاله المدنيه طلبوا لها الوراق طلبوا داكشي ناضت هي شنو دارت هزات الخلق ديالي انا يعني السنه اللي تولدتي انت فيها هزات الخلق ديالي باش دير عليهم لاكارت هي تما فين غلطات ما راه خصها تجلس حتى نصوبوا لها هي الوراق ديالها كيفاش غادي فاش حطات البصمات ديالها كيطلعوا البصمات ديالي انا كيقول لهم راه هذا الاسم راه كاين هذا السين كاين كلشي كاين بحال انتحال شخصيه هذا وهي ما شاورتنيش عاوتاني ماشي جات وقالت لي يا راه شنو وقع لي ولا شنو وقع لي راه تخربقت في الوراق راه ما عنديش الحال ما كايناش انا في الحال المدني ما كاين والو ما كاينه ناضت هي خرجت بهذاك التصريح بدات
كتقول عليا داكشي اللي ما كاينش. وتصالحتوا دابا يعني الامور؟ انا درت ليها دابا لاكارت، عندها لاكارت ديالها، صافي قدات عندها كلشي، الامور ديالها كلشي مقاد، كلشي دابا. وهذاك راجلها توفى، قديت لي عاوتاني الورق ديال راجلها، بين كتشد لانتريت ديال راجلها، دابا كنمشي عندها وكتجي عندي. الحمد لله، هذا هو اللي بغينا، يعني الامور رجعت. هذا الصراع ما بين الاخوه شي حاجه ماشي، لا ما خاصش الانسان واخا مهما داكشي كله، حنا خوت. والله يخليكم لبعضياتكم. امين بارك عليك لاله فاطمه، انت ماشي ديال العيب. واخا كيما قلت لك، هذه هي ضريبه الشهره. غادي ندوزو انا وياك والمشاهدين هذه المره للفقره الرابعه، وسميتها سهم الراي، ولكن من بعد الفاصل. سهم الرأي لاله فاطمة، عندنا مجموعة من الأفكار وبغيت رأيك. مرحبا. مع أو ضد لاله فاطمة منع زواج القاصرات بشكل كلي، وحتى داك السلطة التقديرية اللي كتعطى للقاضي نزولوها، مع هاد القضية ولا ضدها؟ لا أنا معاها، مع هاد القضية ديال الزواج ديال القاصرات، ما خصهمش يتزوجوا هما قاصرات بصفة نهائية. بصفة نهائية. وبالنسبه للشيء اللي كاين في الفات ديال التغيير الحكومه، هذا الشيء كاين بعض الحوايج، ولكن ماذا بيا يبقى الحق ديال المراه هي المراه. اذا هذه المدونه، هذا التغيير المدونه، سمعتي ان كاين؟ كاين. واه انت كتدافعي دائما على حقوق المراه. على حقوق المراه. فاذا مزيانه انت باغيه المراه. انا باغيه مزيان تاخد، يعني تاخد حقوقها طبيعه الحال. هي هذاك الشيء اللي داروا بالخصوص، عندها الحق فادي وعندها الحق فادي، راه عندها الحق. يعني الانسانه هي كتدوز معك حياتها كلها حتى الاخر، وما تدي حتى شي حاجه. يعني راه صعيبه. ولكن الرجال عندهم اعتراض؟ لا، لا عندهم الاعتراض، حيت باقي اللي باقي عنده الشك في هذيك المراه، ما غاديش، ما بغاش يدوز بها حياته كلها. يبغيش النيه. نعم. اذا انت مع او ضد الغناء في الجزائر؟ نعم. دابا الا توجهت لك الدعوه في الجزائر تغني، واش غتمشي؟ لا ما نمشيش دابا. لا ما كيجيوني. ما كتقبليش؟ ما كنقبلش. ني بسبب الخلافات جاوني في الجزائر، ما بغيتش. جاوني في اسرائيل، ما مشيتش. حتى في اسرائيل جاوني الناس، وجاني جسيت حتى عندي طضة، وقال لي اي مبلغ اللي طلبتيه هو غيكون عندي. يهود مغاربه؟ لا ويهود، ولكن كيهضر بالشلحه عادي. الا شتي الشلحه كيهضر بها تقولي هذا الشلح، وكيقلب كيقلب عليا حتى ما بغاش ليا خاطري هذوك الناس. صح. يعني اسرائيل لا ماشي، واش كيديروا دابا نيت؟ كديروا خا يعطيوك مال الدنيا، ما تقبلياش فعلا. والجزائر؟ حتى الجزائر داكشي اللي كيقولوا على المغرب، هادشي اللي نكتا يديروا ما الانسان اللي يعني كيقيسك في بلادك، راه بحال كيقيسك في الشخصيه ديالك وفي عائلتك وفي كل شيء، راه ما تصبريش. اذا انت ضد الغناء في الجزائر. مع او ضد طلب الطلاق حالا في حال تعرض الزوجه للعنف ولو مره واحده؟ يعني بالنسبه لك الا المراه كلات العصا ولو غير مره واحده، واش هذا سبب انها تطلق، ولا غتقولي لها صبري؟ تقدر تصبر على هذيك الا كانت الاولى. ما تقدر تصبر يعني، وتشوف اشنو منين، واش منها هي ولا منه هو. ولكن الا عاودها مره ثانيه، لا ما نقول لها ما تصبريش. اذا انت كتعطي فرصه مره واحده؟ مره واحده الا ما استحقاش. ثانيه لا. مع او ضد تعدد الزوجات؟ كاين الاسباب، يعني باش غنعطي الموافقه كاين الاسباب. بحال مثلا ما انا ما عنديش ما كنولدش الوليدات، نقدر نعطي الموافقه يتزوج. انا ما مريضه، ما قديتش على المسؤوليه ديال الزواج، ولا على المسؤوليه ديال الشخص اللي غادي نعيش معاه، نقدر نعطي فرصه ديالو يعيش حياته. علاش غنزيرو؟ ولكن الا عندي انا كل شيء، عندي الوليدات وعندي صحتي وقاده بداري وقاده براجلي، ما نعطيش الموافقه. يعني ما عندوش سبب. الا بغى هو يمشي يتزوج هكا، كنقول ليه المهم نتفارقوا. يعني كل واحد ياخذ الحريه ديالو، ولكن باش يجيب عليك الضره بدون سبب لا.
إذا أنت مع تعدد الزوجات ولكن بسبب مقنع. نعم. وضروري. ضروري. صافي لالا فاطمة سالينا سهم الرأي. شكرا كنشكرك على هذه الأجوبة ديالك الصريحة. ندوزو للفقرة الأخرى. نعم. الفقرة الأخرى غنفكرك فيها بزاف الناس عزازين عليك. مرحبا. يلا مباشرة سهم الصورة. سهم الصورة هي الفقرة الأخيرة. صافي هذه آخر فقرة لالا فاطمة. غادي يبان قدامك في الشاشة كل مرة جوج ديال التصاور. نعم. المطلوب أن احنا غنختاروا صورة واحدة كينطبق عليها مواصفات السؤال ديالي. نعم. سؤالي هو لالا فاطمة، شكون هو أجمل صوت أمازيغي كيغني؟ واش في النساء ولا في الرجال؟ غادي نعطيك مجموعة من الصور فيها نساء وفيها رجال. نعم. وانتي قولي لي شكون اللي كيطربك. نعم. شكون الصوت اللي كتسمعيه كتبورشي؟ نعم. واخا كل مرة غيبانوا جوج تصاور زولي لنا واحد وخلي لنا واحد حتى نوصلوا للصوت الأجمل. نشاهدوا أول جوج اختيارات لالا فاطمة. أول جوج اختيارات. نعم. هما الحاج بالعيد والدمسيري. جوج من الحاج محمد الدمسيري. أجمل الأصوات الأمازيغية. أش غنقول لك، هما نيت بجوج أجمل أصوات عندهم، غير بالنسبة للحاج بالعيد كان هو في الطفولة ديالنا باش كنا صغار قديم وما كنسمعوه حنا غير في الراديو من الشيوخ الكبار كما كنقول. والحاج الدمسيري حتى هو شاعر، يعني داكشي اللي تيقول هو رائع، عنده الشعر، هو شاعر عاد بدا كيغني، ولكن ملي كتسمعيه هو الدمسيري داكشي اللي كيغني عاش مع المعاناة ديال المواطنين. داكشي اللي كيبغيو المواطن كيقولوا هو اي حاجه كيعانيوها كيغني على كل شيء. بيناتهم بجوج يلا اختاروا واحد. الدمسيري. الدمسيري. غادي نشاهدوا اختيار واحد اخر، حتى هو واحد من الشيوخ اللي الاصوات ديالهم ومن الفنانين الامازيغ اللي كل شيء كيبغيهم، الفنان عبد الهادي ايكوت. واه توا من الفنانين اغاني قويين، ما خلا على غنى على اليتيم على الام على قريت عليه شي حويجات لقيت انه من الفنانين اللي عندهم واحد البصمه كبيره في الفن الامازيغي. هو الفنان اللي جعل هذا الجيل تاع عزيز عليه البانجو، الالات البانجو كي يعني كيمثلوه هو في سميتو، واجمل صوت عنده. يلا ما بين الدمسيري وعبد الهادي ايكوت. انت حن صعيب صعيب صعيب. انت كفاطمة يعني شكون اللي كيطربك؟ عبد الهادي ايكوت. اذا عبد الهادي ايكوت هو الاختيار ديال لالا فاطمة، ومازال الاختيارات ماشي سهله. غنشوفوا مع من غيتنافس عبد الهادي ايكوت مع لالا فاطمة تبع مرانت. حتى هي الاغاني ديالها رائعين، يعني شاعره، داكشي اللي كتقول ما كايناش شي رايصه اللي قالتهم فعلا، وكتكتب راسها كدير الكلمات كدير، ولكن عبد الهادي. اذا عبد الهادي دائما هو اجمل صوت كيطرب لالا فاطمه. اخر صوره واحد فيهم هو اللي غير بحب اللقب. نعم. صافي. طبعا الصوره الاخيره حتى هي الواحد من الفنانين اللي غني على التعريف. الاختيار الأخير هو رويشة ومن لا يعرفه. نعم. الأغاني ديالو تغنات بكذا يعني لهجة وكذا لغة، بزاف اللهجات، بزاف ديال الناس عاودوا، عنده شي حاجة متميزة. رويشة الله يرحمه. إيناس هذه كل شي تغنى بها اللي ما كيفهم الأمازيغية واللي ما كيفهمهاش. فما بين رويشة وما بين عبد الهادي إيكوت. ناري على موقف اليوم امتحان خليكم معك مزيانة في الحلقة. صعيب صعيب. رويشة. إذا الاختيار ديال لالا فاطمة هو رويشة. الله يرحمه. الله يرحمه برحمته. وتحية، هذه فرصة نحيي هاد الأصوات. وتحية لهادي كوت وعلى الحاج دمسيري والحاج بالعيد، هادو كلهم اللي مازال بالحياة. اللي في الحياة الله يعاونه ويعطيه صحته يا ربي، واللي توفى الله يواليه برحمته. أمين. وما عمرهم خرجوا من قلوبنا، وهم عايشين معنا واخا ميتين ولكن عايشين معنا. والجميل انهم كانوا فنانين راقيين كلهم، وعاشوا وماتوا هما راقيين بلا مشاكل. بلا صداعات. انا سافرت مع رويش الله يرحمه وخدمت معاه، يعني راجل طيب الله يرحمه. امين. انا كان عندي شرف اللقاء بسي رويشة في داره.
كنت درت روبورتاج مشيت عنده لدارو ترحيب اللي رحب بيها وحنا والفريق العمل والكرم ديالو شي حاجه ما عمري غادي ننساها. انا زرته في لاكلينيك فاش كنا مولاي الشيخ زين فاش كان تما كنس، ولكن ما جاش الصدفه باش نمشي عنده الدار ديما كيقولها لي مسكين. ولكن واحد المنزل امازيغي لفاطمه كتجلسي بالجلسه الامازيغيه يعني الوتر اللي عنده داك المهم بيتو او دارو تمثلو عنده النغمه في اليد وعنده النغمه في الصوت ايوا الله يرحمه ويسع عليه. وشكرا لك لاله فاطمه سالينا الحلقه نتمنى انها تكون عجبتك. طبيعه الحال انا باش عجبتني هذه الحلقه متنوعه فيها بزاف ديال الاسئله مزيانين وانا فرحانه اليوم في هذه المشاركه. حتى انا فرحانه بزاف بك لاله فاطمه. واخر طلب نعم الى تحت لك الفرصه انك يعني ترشحي لنا ضيف تبغي تشوفيه في بلاصتك من المشاهير فنان مغني اللي بغيتي تبغي حتى هو يجلس هنا ويعترف لنا ويعاود لنا على قصة حياته. سعيده شرف. سعيده شرف. اذا الدعوه مفتوحه للفنانه اللي كنبغيوها كلنا سعيده شرف. مرحبا بك في برنامج السهم. شكرا لاله فاطمه. شكرا للاسره ديالك اللي رافقاتك اسره رائعه الله يخليها لك. امين يا ربي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. كنضرب لكم موعد في حلقات مقبله دائما من برنامج السهم.